Good morning again, Saber. So let's continue with the second part, part two of the revision. Now, in that part, we are going to revise the grammar and the grammar in use. رح نبدأ بالgrammar. Now, you have to study it from the student book, page 12, workbook, page 7, and the booklet, pages from 6 to 11, plus what was written in the notebook. بالإضافة للملاحظات اللي كتبناها على الدفتر بفترة دوامنا. Now, let's start with the simple present. حكيت مس إنه أنا في عندي زمنين اللي هو simple present بالإضافة لل present continuous. رح نبدأ بالsimple present. ما تنسي مس إنه if you want to write a sentence in the simple present, we have to start with the subject. بدي أبدأ بالفاعل. إذا كان الفاعل حكينا بدنا نقسمه لقسمين. القسم الأول إذا كان he, she, it أو singular noun. حكينا أي اسم مفرد مس بمر علي. Plus verb one بالإضافة للفعل. لكن هذا الفعل لازم أضيف له إما S أو ES. Like when we say أحمد watches TV every day. فهون كان عندي مثل فعل watch أضفنا له ES. وهنا أحمد حطينا بجنبه هي بمعنى سابع أني أنا ممكن بدل أحمد أستخدم البرونون هي. So we can say أحمد watches TV every day or he watches TV every day. هلا القسم الثاني من السبجكت اللي هو إذا كان they, we, you or I أو أي اسم جمع any plural noun راح أستخدم معه verb one without s. هنا أضفت s، هنا ما راح يكون عندي إضافة s، بمعنى سابع إني أنا راح أحط الفعل مثل ما هو بدون أي إضافات. For example miss أحمد and his friends. هلا لما أضفت هون and his friends صار في عندي جمع، بمعنى إني أنا لو بدي أستبدلهم ببرونون راح أستخدم they. فهون راح يصير عندي الفيرب بدل ما هو watches راح يصير watch TV every day. هلا هون مس انا عندي بحالة الافيرماتيف، بحالة كان عندي جملة مش منفية وبحالة كان عندي انه جملة مش سؤال. هلا كيف بدي اعمل الجملة والسؤال؟ حكينا مس انه لازم يكون في عندي does او do. خلينا ناخذ واحدة واحدة. إذا كان عندي subject he, she, it or a singular noun رح نستخدم does بالنفي والسؤال. مثلا أحمد or he does not watch TV every day. وبدي إياكي تنتبهي سابع إني أنا هون حتى لو كان الفاعل مفرد رجعت الفعل بدون S. So أحمد doesn't watch TV every day. بحالة ال yes or no question رح أبدأ ب does. Does he watch TV every day؟ وبحالة ال WH question what does he do every day؟ لكن لا تنسي مس أهم إشي إنه بعد does رح أرجع الفعل لحالته الأصلية يعني لverb one بدون إضافة s أو es. طيب سابع، هلا نفس الحكي رح ينطبق عندي بحال كان السبجكت جمع أو كان they, we, you, I، لكن الاختلاف إني أنا بدل ما أستخدم does بالنفي والسؤال رح أستخدم do، يعني رح تصير أحمد and his friends don't watch TV every day. بحالة الـ question yes or no question رح نحكي do they watch TV every day؟ And in the WH question رح نحكي what do they do every day؟ برضو ما تنسي إنه بعد does أو do التنتين نرجع الفعل لحالته الطبيعية. طيب هلا اخذنا سابع اللي هي عن استخدامات السمبل بريزنت، the functions او when to use it، امتى بنستخدم السمبل بريزنت، شو المعنى اللي انا بدي اعطيه باستخدام السمبل بريزنت. كان في عندي مس اول استخدام اللي هو things we do regularly، حكينا انه هي الاشياء اللي انا بعملها بانتظام، بمعنى مثلا شيء انا بدي اعمله كل شهر، كل سنه، كل ساعة مثلا، هاي الأشياء أو إنه أشياء بعملها عادة، أشياء بعملها يوميا، هاي الأشياء مس رح أستخدم معها simple present بالإضافة للpermanent situations أو اللي هي سميناها الحالات الدائمة. حكينا مثال على الحالات الدائمة اللي هي مثلا المشاعر، الوظيفة، مكان السكن، إذا كان طبعا لساته مستمر للحاضر. هلا في عندي آخر إشي اللي هي الكيوردز اللي لازم نحفظها سابع واللي موجودة عندك بالبوكلت، فبدك تطلعي عليها مس سواء هون بالفيديو أو بالبوكلت. هلا في عندي الكيوردز اللي موجودة عندي اللي هي always, often, usually اللي هي بتبين لي تكرار الفعل
كل كم بتكرر فعل؟ بتكرر دائما، ما بتكرر أبدا، بتكرر عادة أو غالبا. وفي عندي كمان اللي هي كلمة every اللي رح يجي بعدها day, week, hour أو أي فترة زمنية. هدول الكلمتين رح أعتبرهم، أو هدول المجموعتين رح أعتبرهم الـ keywords للـ simple present، بحيث إني مثلا لما أشوفهم رح أستخدم مباشرة verb 1 أو verb 1 with s بحالة الجمل، أو اللي هي الـ structures الثانية اللي درسناها. طيب هلأ كان عندي الزمن الثاني السابع اللي هو الـ present continuous أو المضارع المستمر. هلأ المضارع المستمر كان عندي قسمنا الفاعل فيه لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي she at أو أي singular noun، وحكينا إنه بحالته رح نستخدم as with ing. مثلا أحمد is watching TV now أو he is watching TV now. القسم الثاني من الأفعال كان اللي هو they, we, you أو أي plural noun، أي اسم بحالة الجمع. رح نستخدم بهاي الحالة are with ing، فرح نحكي أحمد and his friends are watching TV now، أو طبعا they are watching TV now. القسم الثالث اللي هو كان عندي I لوحدها، وهون رح نستخدم معها am مع الـ ing، فرح نحكي I am watching TV now، وهذا كلياته مس بحالة الـ affirmative. نروح لحالة النفي والـ questions بحالة النفي والسؤال. رح أجي سابع، ما رح أضيف أي كلمة من عندي زي ما عملنا بالـ simple present، وإنما رح يكون الموضوع أسهل. طيب بهاي الحالة السابع أنا كل اللي رح أعمله مس إني بالـ questions رح أعكس بين الـ subject والـ helping verb اللي هي is are am، وبحالة النفي رح أضيف not بعد verb to be أو اللي هي بعد الـ helping verb. خلينا نأخذ مثال، رح يصير عندي مثلا اللي هي is not، يعني بدل أحمد is watching TV بحالة النفي كل اللي رح أعمله أني أنا بس أضيف not، فرح تصير أحمد is not watching TV now. وانتبهي أنه الفعل عندي بال present continuous ضل بحالته، يعني بمعنى أني أنا ضليتني مستخدمة ال ing. إذا كان بدي أعمل yes or no question رح نعكس بين subject he وبين verb to be، فبدل ما هي he is watching رح تصير is he watching TV now. And in the WH question اللي هي what is he doing now، يعني نفس الإشي بس بدي أعكس بين subject وبين helping verb مع إضافة question word أو اللي هي كلمة السؤال أو WH word قبل التركيبة. طيب لو كان في عندي اللي هي بحالة الجمع رح نحكي أحمد and his friends are not watching TV، نفس الإشي مس لكن بدل is are they watching TV now and what are they doing now. بحالة I am not watching TV now، am I watching TV now and what am I doing now. أوكي هلأ ما تنسي مس إنه الفانكشنز أو الحالات اللي بستخدم معها الـ present continuous هي أول إشي إذا كان في عندي actions that are happening now، بمعنى إنه أشياء بتصير حالياً بنفس وقت التحدث. إذا كان في عندي temporary situations أو اللي هي الحالات المؤقتة، ما تنسي مس الحالات الدائمة مع الـ simple present، الحالات المؤقتة مع الـ present continuous، وأخذنا أمثلة كتير عليها بالدفتر. حكينا مثلاً زي لما أحكي مثلاً I always sit in the front seats، أنا دائما بجلس بالأدراج الأمامية. But today I am sitting in the back seat، حكينا هاد معناته أني أنا عندي حالة مؤقتة، جلوسي بالمقعد الخلفي هو حالة مؤقتة. رح أرجع بعد هيك للإشي اللي أنا دائما بعمله اللي هو جلوسي بالأدراج الأمامية. وآخر حالة أو آخر معنى بعطيني إياه الـ present continuous هو الـ future plans أو الخطط المستقبلية. وبهاي الحالة سابع رح تشوفي keywords بتدل على المستقبل زي tomorrow أو next، مثلاً Friday، next month، next week. بهاي الحالة رح نستخدم الـ present continuous، زي لما أحكي مثلاً tomorrow I am studying for the exam أو tomorrow I am doing my homework. هذا معناته أني أنا بحكي عن إشي لسه بده يصير بالمستقبل لكن استخدمت معه زمان الـ present continuous. طيب هلا بعد هيك سابع مس
في عندي اللي هو الـ Grammar in Use اللي كان عن الـ Stative Verbs. رح ندرسه من Student Book Page 13 Workbook Page 8. وما تنسي يا سابع إنه أنا في عندي أفعال محددة انطلبت منك بالـ Study Guide، بندرسها هي فقط أو بنحفظها فقط. ندرس الدرس كامل كيف بدي أنا أعامل الـ Stative Verbs، لكن بعد ما أدرس بحفظ مجموعة الأفعال اللي انعطت لإلك بالـ Study Guide على أنها هي اللي رح تكون معي بالامتحان. طيب هلا حكينا الـ State of Verbs مس، شرحت لك عنها وقسمناها لأربع مجموعات اللي هي الـ Feelings Verbs أو الأفعال اللي بتعبر عن المشاعر. في عندي الـ Mental Processes Verbs أو اللي هي الأفعال اللي بتعبر عن العمليات العقلية زي Remember, Know, Forget. وكان في عندي كمان الفعل Have بمعنى يمتلك. فأنا كان في عندي مجموعة أفعال، هاي الأفعال رح أستخدمها لحتى تكون كstate of verb. هلأ إيش يعني state of verb؟ يعني مس إنه هو ما بقبل وجود الـ ing. مثلاً لو كان عندي state of verb know، غلط إني أنا أحكي knowing وإنما كفعل طبعاً، وإنما دائماً بستخدمها بحالة simple tenses، يعني ما بستخدمها مع الأفعال أو مع الأزمنة المستمرة زي الـ past continuous أو الـ present continuous وغيرها. هلا الأفعال اللي كانت مطلوبة منك يا مس اللي هي like, hate, remember, love and mean. like يحب، hate يكره، remember يتذكر، love يحب and mean بمعنى يقصد أو يعني. أوكي هلا خلينا نأخذ مثال. مثلا مس بحالة sentences I like reading, I am liking reading. رح تشوفي مس ما إنه حكينا إنها ما بتقبل ing، معناته I like reading is a correct sentence، هي صحيحة، بينما I am liking reading is a wrong sentence. ما بصير إني أنا أضيف ال ing لأي واحد من ال stative verbs. طيب نشوف بحالة النفي. I don't like reading، هون عندي بالسيمبل بريزنت مع don't. I am not liking reading، هون عندي بحالة البريزنت كونتينيوس. وإحنا حكينا إنه الستيت اوف فيربس ما بيجوا مع الكونتينيوس تنسز، وبالتالي I don't like reading is a correct sentence and I am not liking reading is a wrong sentence. فبدنا نتذكر دائما انه هاي الافعال، كل الافعال اللي state of verbs ما بتقبل ال ing وما بتقبل انها تكون بالcontinuous tenses. هلا part 2 من المراجعة السادس هيك السابع بيكون انتهى. بpart 3 ان شاء الله بدنا نراجع do and make، وبدنا نراجع كمان نعمل حل للcheck up اللي موجود بنهاية الوحدة بالworkbook. Thank you for watching سابع.